يا روحي على القرمشه وتعالوا نشوف الحواوشي بزرزور من جوه عامل ازاي. شايفين؟ واو 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 واو. شايفين اللحمه ماسكه نفسها ازاي؟ وطعمه جنن. حبه حواوشي يستاهلوا بقكم. طيب عملنا الحواوشي ده النهارده من زرزور ازاي؟ هقول لكم. بتفتحوا كيس زرزور بتاخدوا منه مقدار 200 جرام على نص كيلو، بنقعه في حوالي كوبايتين ميه، بسيبه بينفش بالشكل ده كده. شايفين؟ تحسوا ان هي اكنها لحمه مفرومه، لكن هي مش لحمه مفرومه، ده فول صويا. فول صويا معبق ومصنع بطريقه حلوه جدا، ومعاها التوابل بتاعتها هنحطها معاها. طيب ده الفول الصويا من زرزور النهارده مستخدماه في الحواوشي عشان يديني كميه حلوه كده والتطعيمه تجنن. عندي ايه؟ عندي لحمه مفرومه، عندي بصل، عندي دهن كلاوي، وعندي فلفل حامي، والبهارات اللي جايه من زرزور. بعمل ايه يا ياسمين؟ بروح ماسكه كده مقص. فين؟ مقص اهو. نعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. بيبقى فيه جوه اصلا كيس توابل بالشكل ده كده اهو. ببدا ان انا افضيه معاه وباخد منه كوبايه بالشكل ده. الكوبايه بتاعتنا فين؟ الكوبايه بتاعتنا مش موجوده كده. بص كده ياسمين، شايفين شكله بيبقى عامل ازاي قبل ما بيتحط له الميه؟ بالشكل ده. شفتوا الشكل بتاعه عامل ازاي؟ ادي فول صويا من زرزور علشان ان احنا يساعدنا النهارده نعمل بيه الحواوشي اهو. حواوشي من زرزور بنعمل كده، وببدا بعد كده اجيب الميه واروح حطاه عليه، وابدا ان انا اسيبه مع التوابل بتاعته علشان يبدا ان هو يوصل للشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بالشكل ده كده بنمشي على التعليمات اللي موجوده على الكيس علشان ناخد نتيجه مضمونه. شايفين الميه دي؟ دي مش هتبقى موجوده. اروح واخده كيس التوابل كده، ده موجود اصلا جواه تتبيله الحواوشي موجوده جوه الكيس، يعني انت ما بتجيبيش توابل من بره ولا اي حاجه خالص اهو. كيس التوابل ده بيكون موجود جوه العبوه. ببدا ان انا اعمل كده. انا طبعا خدت كميه قليله من الحواوشي من زرزور وحطيت عليه التوابل، ريحتها تجنن. ببدا ان انا اقلب كده، التوابل ريحتها حلوه جدا بالشكل ده، واسيبها على جنب تبدا ان هي تنفش وتنشف وتنشف كده اهو. بالشكل ده كده تمام. بقيت كيس التوابل ببدا ان انا اقفله واحطه مع باقي كميه حواوشي زرزور جوه الكيس كده لما اجي استخدمه تاني. طيب نيجي دلوقتي نعمل ايه يا نونا؟ عندي الكبه بتاعتنا بالشكل ده، وهحط فيها ايه؟ هحط فيها البصل، وهخلط كله مع بعض واخليه عجينه ناعمه 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 بالشكل ده كده. وادي دهن الكلاوي، وادي الفلفل، وادي حواوشي زرزور. شايفين شكله عامل ازاي؟ بالشكل ده كده. اخلط ده كله مع بعضه كويس قوي ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي، وبعد كده انزل باللحمه. بسم الله. كده وابدا ان انا اخلط تاني. عايزه الخليط يكون ناعم خالص، ريحه التوابل مميزه بالشكل ده كده. اخلط كويس قوي علشان اخد نتيجه مضمونه.
اكون طبعا على ما تتخلط انا محضره العيش بتاعي بالشكل ده. هبدا ان انا اقصقصه علشان احشي على طول وادهن زيت، مش اكتر من كده. هشغل كده على حواوشي زرزور وابدا ان انا اعمل العيش. بسم الله. شايفين؟ هنخلط تاني. ايه؟ بص، لا بص المنظر، بصي يا ياسمين شايفه عامله ازاي؟ طيب بقول لكم ايه؟ تعالوا نشغل عليها تاني وهوريكم حاجه كده دلوقتي نميسه تعرفني ازاي القوام ده هو ده اللي انا عايزاه للحواوشي ولا لا. هشغل عليها. بصوا كده، بصي يا ياسمين، الله اكبر عليكي يا رغده. بصوا انا خدت قطعه كده من اللحم، بصي مسمغه، الله اكبر عليكي يا ايمن. بصوا المنظر ماسكه، بصوا المنظر، بصي يا ياسمين شايفه المنظر عامل ازاي؟ لحمه مفرومه كميتها اكتر، محطوط بصل ومحطوط فلفل والبهارات جايه مع كيس زرزور، فانت مش محتاجه اي حاجه اهو. تعالوا كده نفضيها في بوله واوريكم الشكل بتاعها اصلا عامل ازاي. الجريل عندي سخن عشان هسوي عليه، مش عايزه تسوي على الجريل، سوي في الفرن ما عنديش اي مشكله. بص المنظر يا روحي، شايفين الشكل عامل ازاي؟ بصي شايفه المنظر، ولا اجدحها خلطه تعمليها في البيت. ارجع بعد كده اروح ماسكه الرغيف بالشكل ده، افتحه كده واخد الكمية اللي انا عايزاها. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال؟ بصوا المنظر، شايفين؟ شايفين شكل اللحمة؟ بص يا ياسمين ملمسها ناعم، مفيش حاجة طالعة، مفيش حاجة مفتلة، مفيش حاجة محببة اهو بالمنظر ده كده. ابدأ بعد كده اروح حاطة الكرة الحلوة دي. ايه الجمال ده؟ بص المنظر، رغيف حواوشي مدملك. بص المنظر يا ياسمين، تقدري تفرقي ايه عن اي حواوشي بره يا ياسمين؟ شايفه الشكل عامل ازاي؟ يبقى احنا كده عملنا الحواوشي من زرزور بطريقه سهله وبسيطه، يا دوب نقعناه في شويه ميه، حطينا كيس التوابل اللي جايه اصلا مع حواوشي زرزور، هوب خلطناهم كلهم مع بعض في الكبه، طلع ما شاء الله اللهم بارك. دهنه زيت بسيطه، جريل عندك على النار، تبداي تسوي، ولما بتسوي بيطلع بالشكل ده مقرمش ومحرمش، وتطعيمه التوابل بتاعته الله هو اكبر اللهم بارك، بطريقه سهله وبسيطه وفي خطوه واحده بتلاقي ان انت الدنيا تمام معاكي. على فكره زرزور ما عندوش الحواوشي بس، لا ده عنده حاجات كتير صراحه التحضير. بصوا زي المنظر اللي انتم شايفينه ده، شايفين؟ ادخلوا على الكيو ار اللي موجود على الشاشه ده واتفرجوا وشوفوا منتجات زرزور كلها اللي بتسهل عليكم كل حاجه، بتسهل عليكم شغل المطبخ، بتسهل عليكم ان انتوا تاخدوا وصفات في منتهى الجمال بتكه زرار واحده، يا دوب كوبايه ميه مع كيس التوابل، هم مش مخليينكم محتاجين حاجه، مدينكم كل حاجه خاصه بالوصفه، الفول صويا ومدينكم التوابل ومدينكم كل حاجه والوصفات الجاهزه بتاعتهم، يا دوب بتحطيها في الحله وتبداي تحطي عليها الميه، هوب بقى عندك الغدا جاهز. اسهل من كده مفيش. الكيو ار بتاع زرزور موجود معانا على الشاشه، تدخلوا دلوقتي عليه تشوفوا كل المنتجات وتشوفوا اسعارها وتشوفوا المنتجات بتاعتهم عامله ازاي علشان تسهلوا عليكم الدنيا. عملنا، بصوا انا عايزه اقول لكم، بصوا نص كيلو لحمه مفرومه، الله واحد ملوش تاني، ثلاثه اربعه خمسه، ودول ممكن يعملوا ثلاث ترغيفه كمان، يعني نص كيلو لحمه مفرومه باضافه حواوشي زرزور يعمل لك ثمان ترغيفه حواوشي وانت قاعده في البيت.
بطريقة سهلة وبسيطة جدا. نعم ايوه انا واخدت كمان نص الكيس مش الكيس كامل. شايفين انا عامله ايه؟ انا واخده نص الكيلو لحمه مفرومه عليه يعني هقول ايه اقل من نص كيس من عند حواوشي زرزور مديني 8 رغيفه. امال بقى لو خدت كيلو لحمه مفرومه وخدت عليه باقي الكيس يديني كام رغيف؟ ممكن يخش لي في 20 رغيف بطريقه سهله وبسيطه. وبتبداي ان انت تسويه على الجريل او تسويه على البوتاجاز بطريقه سهله وبسيطه بيطلع معاكي بالشكل ده. بصي كده معايا يا ياسمين. بصي ده اللي انا لسه واكلاه دلوقتي ما شاء الله. اللهم بقى شايفين شكل الرغيف عامل ازاي؟ بصوا الشكل عامل ازاي؟ هتيجوا كده اوريكم. شايفين المنظر؟ حاجه كده منتهى الجمال.